كثير من الناس فيل مانسون يأتي إلى الإمام قوم بايزون إمام يقول أنا تعبان تحتيك فول مريت لكرك بنزيك مريض بنزيك أريد تدعو لي قبل ضيك فما يسميك بيد فرخت لماذا؟ برم لماذا أنت لا تدعو الله؟ برم فراخي يزلف لي فراخي الله نتزلف لماذا تأتي للشيخ الإمام تقول أدعو الله لي؟ منو خاين زون إمام ونار الشيخ الفراقي عليهم فريق فرماين سميك بين الدعاء عبادة؟ دعاء إذن أمبيدي إذن كيف تترك العبادة؟ فرم الله إذا أمبيدي تنليخ إذا كان لديك أنت مانع من إجابة الدعاء حتى لو دعا لك الإمام لا يستجاب أصر بياو أن الزاك يسوف البلمرين إن تفرهور فاني وسميك بيدن الواجب نعلق الخلق بمن؟ بالأئمة؟ إن فايد منسى تكوبلا عن إمام؟ لا نتعلق بالله سبحانه وتعالى تكوبلا منسى عن الله عز وجل بفربين ذا منسى من الله عز وجل ثم هذا الإمام فوق ذيز إمام إذا جاء إليه رجل من الناس وقال يا شيخ والله تعبان ادعو الله لي يعني جاء إليك إنسان وأنت إمام الإمام المسجد. جبت إمام في المسجد كم تبصون رياضه. وقال والله تعبان مريض. بنسيك فمنك لك. أحتاج دعاء. كيف الدعاء نوضح؟ أدعو معنا. فريخ دعاء فروس. إيش تقول؟ بتسخي هذا. تقول عندي. بتسخي بما يز دعاء. أنا أعبد الله عنك. يكأن بيت الله فوريا. أنا ولي من أولياء الله. من اللويالة في الله عز وجل. وبإذن الله تجد الأثر الليلة. يعني فنافل زي اسميك بيد الخرور دور بيك. اعصي اصنع اللي تصنع ليس لديك مشكلة ثم تعال الإمام خلاص يذهب كل شيء. فريخ زندس دبي زيني لا تنكون من الدعاء فوري إن الله سيفرخين. هل يصح هذا؟ يطلب ديت كان ديت. لا. ماذا تقول؟ قضية لم تزخى. تقول لي هذا اسمع. أنا وأنت كلانا مفتقر الى الله ايك ان ياي فزين الله باي باب الله باي الله نوض انت تدعو لي وانا ادعو لك ايك دو الدعاء فور يا وان يدو الدعاء فور ماي واذا لديك مانع من اجابه الدعاء لابد ان تفتش عن هذا المانع حتى يستجاب لك ان اوس يا دينك دات ان بالبالد بالليمرينيس فور يو سميك بيد نيت فور هورت وورد دان دي ياي ديز اختر هاله ان ديز سخ مار تفيس انت فراغ ان الله عز وجل ديز تفرخيفه رجل من الصحابة رضي الله عليهم برسول في الأمر ذا متخزر لو قال الله تفريد أو فرنزاي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أفروخ أن البروفيت صلى الله عليه وسلم أم زين متخزر تزين البارادايس ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قد سيد البروفيت صلى الله عليه وسلم في الخوخل هل ترك هذا الرجل وقال خلاص أنا مستجاب الدعوة ساهي تخاف الله اسخوت كم تخوت اكزور خفور ذا تفنكاركم قال لك ذاك ولكن أعني على نفسك بكثرة السجود يعني لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم يتكل على الدعاء قال لابد أن تصلي وتكثر من الصلاة والصلاة فيها سجود والسجود تدعو فيه الله سبحانه وتعالى حتى تصل إلى هذه المرتبة البروفيت صلى الله عليه وسلم يفتنيت ذاك بايزي خلاطة عايشتم أوك بفول أم ده أندر ذاك تكمبليتير فان ده أمبيدين سوز تخبيت الفيل فرنطق السجود تفريخت لس هاي يفتنيت خزيخت فان فريخت فرمان اسميك بيدا أنا خين أخترا Nee, naast het vragen van een smeekbede aan de profeet sallallahu alaihi wasallam, heeft hij zich gehouden aan zijn verplichtingen en is daarin volhard. ولهذا أصبح عندنا أناس لديهم وظيفة خاصة ما هي الرقية يجلس للرقية يعلق الناس به ما صنع هذا الصحابة ولا السلف الصالح. ما أخذ ذلك بكثير إذا سمح الناس اللي زيخ أتخيف فور خنيزر راقيس إذا سأخطر أوفر لونا en wachten op mensen die zij moeten gaan genezen. Dit was niet de handeling van de metgezellen. رجل اتصل على الشيخ بن باز رحمه الله. Een man die nam contact op met de voormalige mufti van Saudi-Arabië, bin Baz رحمه الله. وقال اخي مريض. Hij zei tegen hem mijn broer is ziek. نريدك تقرا عليه. We willen dat jij voor hem reciteert. قال هو يقرا على نفسه. Dus de Sheikh bin Baz tegen hem jij reciteert voor jezelf. قال مريض. Hij zei ziek. قال اقرأ علي أنت. أسأي أوكي ليش هذا القرآن؟ قال أنا ما أحفظ القرآن. أسأي كن القرآن يتزمو. قال تحفظ الفاتحة؟ أسأي الفاتحة جو. كل واحد يحفظ الفاتحة. يدري كانت الفاتحة جو. الفاتحة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها رقية. رفيت صلى الله عليه وسلم أوفر صورة الفاتحة فزخت ضت الرقية إيش تسخليزن؟ قال يا شيخ قرأنا على الفاتحة ولم يبرأ. يا أسخت يا شيخ أسأي تأخذ الشيخ ذهب الفاتحة فرما خلي ستيرت مرة بليت فخسيت زيك. قال يبرأ بإذن الله اقرأ عليه. أزخت بباز أنطورت أزخت أزال خنيزة
set forth. يا اخوانا هذه طريقة اهل السنة. تعليق الخلق بالخالق والله اعلم. This is the method of اهل السنة. That say the mens verbinden met Allah عز وجل. See that كيف هذا بالباز هاي فربين هي الناس ما تزغزلف. هاي فربين زمت الله عز وجل.